أول نقطة أيها الإخوة، أن تجلس على مقعد وثير في غرفة الجلوس مع أهلك، والحديث منوع والشاشة مفتوحة وتقرأ بينهم. هذه القراءة لا معنى لها إطلاقاً، لذلك تسمى هذه القراءة قراءة التصفح، يعني على مقعد وثير، على شرفة أمام طريق مزدحم، أمام منظر جميل، في غرفة الجلوس. هذه الأماكن لا تصلح للدراسة، لأن أماكن تصرفك عن الدراسة مئات المرات في الساعة، ولا تثمر ولا تسمن ولا تغني من جوع. فأنت من هذه الدراسة لا تذكر من الذي قرأته إلا انطباع عام، والله كتاب صعب، في موضوعات دقيقة. القراءة السريعة، ولنسميها قراءة التصفح، هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيعة للوقت، استهلاك رخيص للوقت، وهي القراءة التقليدية، وهي القراءة التي يعتمدها معظم الطلاب ويتوهمون أنهم درسوا وقرأوا الكتاب مرتين، لكن الامتحان في النهاية امتحان ذاكرة، ذاكرتهم لا تحوي واحد بالألف من هذه المعلومات التي قرأوها. نعم، يعني الآن في نقطة دقيقة جانبية، العلوم كلها سابقاً كانت علوم وصفية، يعني يقول لك في ضجيج، الطائرة أثناء هبوطها لها ضجيج. الآن هذه العلوم الوصفية التي تعتمد على الوصف انقلبت إلى علوم رياضية تعتمد على وحدة قياس، هبوط الطائرة يساوي 125 ديسيبل، صار في وحدة قياس للضجيج. العلوم في أكثرها تنتقل من علوم وصفية إلى علوم رياضية. الآن إذا كان من الممكن أن نخترع وحدة قياس الجهد في الدراسة، وحدة، فهذه القراءة وأنت في غرفة الجلوس أو مطل على نافذة لمنظر جميل، أو في الطريق، أو في مكان عام، أو في انشغالك عن موضوعات الدراسة، هذه القراءة لا تقدم لك من الجهد الذي ينبغي 5%، مضيعة للوقت. قراءة التصفح مضيعة للوقت، فإذا كان معظم طلابنا يجلسون على مكان مريح ومع أهلهم ويقرؤون ويقطعون في اليوم 200 صفحة، لا تذكر من هذه الصفحات ولا 1% منها، وبالنهاية الفحص فحص الذاكرة. أما حينما تجلس أيها الطالب وراء طاولة بعيداً عن الضجيج والمناظر التي تدعو إلى الشرود، وتفتح الكتاب المقرر وتقرأ بتأن وتعمق، وتضع علامة بقلم شفاف تحت كل فكرة رئيسة، وخطاً بالرصاص تحت كل فكرة فرعية، ثم تلخص الفكرة على هامش الكتاب، وتضع خطاً باللون الأحمر تحت كل كلمة تحب أن تضيفها إلى قاموسك، وخطاً بلون آخر تحت أي عبارة تحب أن تغني بها أسلوبك، ثم تضع إشارة بلون ثالث عند كل فكرة غامضة كي تسأل عنها أستاذك أو صديقك المتفوق، وبعدها ترسم مخططاً للبحث الذي قرأته وتملأه بالأفكار الرئيسة، ثم تسمعه لمن حولك أو تحاول أن تراجعه من ذاكرتك أو تكتبه. هي الطريقة التي يمكن أن تنتفع بها في الامتحان، قراءة الفقرة، تلخيصها، وضع خط تحت الفكرة الرئيسة، تحت الكلمة الجديدة التي تتمنى أن تضيفها إلى ذاكرتك، تحت العبارة الأدبية، قراءة مع الدراسة. هذه القراءة أيها الإخوة هي التي
يمكن أن تثمر في الامتحان. بالمناسبة، على قدر الجهد الذي تبذله في القراءة يكون حفظ المعلومات، وكلما ضعف الجهد تبخرت المعلومات من ذاكرتك. الآن في عنا شيء ثاني في الموضوع دقيق. هذا الطالب قضى سنة في عام الشهادة الثانوية، عم يقرأ فيزياء، كيمياء، رياضيات، تاريخ إلى آخره، يستمع إلى الدروس من مدرس ويقرأ بالكتاب، لكن ما خطر في باله أن يكتب موضوع في الفيزياء. المشكلة أنه أنت في عندك معلومات مودعة في ذاكرة اسمها الذاكرة التعرفية. يعني مثلاً لو أنك تقرأ نص مكتوب علاقات وشيجة، يعني متينة، أنت تعرف معنى هذه الكلمة إذا رأيتها، إذا قرأتها. هذه الكلمة مودعة في ذاكرة اسمها الذاكرة التعرفية، أما حينما تستخدمها في كتاباتك تنتقل إلى ذاكرة أخرى، الذاكرة الاسترجاعية. أنت لا تذكر هذه الكلمة في أثناء كتابة موضوع في التعبير، لكنك إذا قرأتها تعرفها، فالكلام الذي تعرفه إذا رأيته ويغيب عنك ولا تستخدمه إذا غاب عنك، هذا الكلام لا ينفعك في الامتحان إطلاقاً، لأنك في الامتحان يجب أن تأخذ من ذاكرتك. فكيف السبيل لنقل هذه المعلومات أو تلك الكلمات من الذاكرة التعرفية إلى الذاكرة الاسترجاعية؟ هو أن تدقق في الكلمات التي ينبغي أن تسترجعها وأن تحفظها. يعني القراءة النافعة قراءة فيها دقة وفيها جهد، وقد تكون بطيئة، لكن هذا البطيء يغنيك عن كل القراءات. يعني قراءة للمنهج بهذه الطريقة هي تغني، وقد تنال أعلى العلامات. القضية ليست قضية كم مرة الكتاب قرأته، القضية كيف قرأت الكتاب ولو مرة واحدة. أيها الإخوة، شيء آخر، دائماً بكل مادة يجب أن تكتب من حين لآخر فقرة. عندك مادة الفلسفة بالشهادة الثانوية، ما حاول تكتب ولا كلمة بالفلسفة، بيجي الامتحان الكتاب قاري مرتين ثلاثة وحافظه، بيجي السؤال ما بتقدر تكتب، ما عندك الكلمات اللي لما قريتها فهمتها لكنك لا تستطيع استرجاعها. وأوضح مثل، اقرأ فقرة اليوم مساء من أي كتاب، اقرأ فقرة بعناية، وبعد القراءة مباشرة اكتبها، تجد نفسك تفتقر إلى معظم الكلمات، ما تذكرت الكلمات. معنى ذلك هذه القراءة التي التصفحية، الاطلاع السريع، لا تجدي نفعاً في الامتحان. لذلك إذا أردت أن تحفظ فاكتب. والإنسان حينما يكتب شيء يحفظه في الأعم الأغلب، فعود نفسك تكتب. تكتب بحث بالفيزياء، قريت بحث بالفيزياء، حاول تكتبه، تجد صعوبة بالغة جداً. هذه الامتحان معلوماته واضحة عندك، أما كلماته وعباراته لا تملكها. فكلما دربت نفسك على الكتابة، وبالمناسبة إخواننا الكرام، مواد الامتحان في مواد حفظية وفي مواد نسميها مواد قدرات، ملكات. فاللغة مادة ملكات، اللغة العربية والأجنبية، الرياضيات مادة ملكات، مسائل الفيزياء مادة ملكات. فإذا ما حليت أثناء العام الدراسي مئات المسائل ما بتنجح بالامتحان، وإذا ما عربت مئات الأبيات ما بتنجح بامتحان اللغة العربية. في مواد معلومات فقط، التاريخ معلومات، أما اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء هي مواد قدرات. فما لم تتدرب على حل مسألة وإعراب بيت قد لا تستطيع تجاوز الامتحان. في مشكلة ثالثة أيها الإخوة، أن الطالب يضع برنامج، يقول لك من السبت للأربعة
كتاب الفيزياء، بيقرأ أول فصل بيتعب أو بمل. الآن بيضيع الوقت، بيجلس مع أهله، بيتصفح مجلة، هو لما ضيع الوقت دليل ملله من الكتاب. هي طريقة غير ناجحة عند معظم الطلاب. أما لو عمل اليوم لازم أقرأ 10 كتب من كل كتاب فصل، وهذه الكتب ترتب وفق الصعوبة، أصعب كتاب فرضاً كتاب الفيزياء، الكيمياء، الطبيعيات فرضاً، بعدين بيجي التاريخ مثلاً أو الجغرافيا، بعدين إلى أن تصل إلى أسهل مادة. بتقرأ من كل كتاب فصل بس بنشاط عالي، انتهى الفصل دع الكتاب، ارتاح ربع ساعة خذ كتاب آخر. لما الموضوع تبدل اختلف الموضوع، صار في نشاط. في تجربة دقيقة جداً بيعبروا عنها، لو واحد أعطيناه وزن كيلو نقول ارفعه، رفعه مرة، مرتين، ثلاثة، 10، 15، 20، 100، بعدين ما عاد يقدر. لما ما عاد يقدر هي حالة اسمها الإعياء، عضلاته وصلت حد الإعياء. الآن لو أعطيناه نص كيلو بيرفعه 100 مرة ثانية، لما الوزن خف صار في قدرة جديدة، المرة الثالثة ربع كيلو بيرفعه مرة 100 ثالثة، بعدين 50 غرام 100 رابعة. فبهالطريقة هي يمكن أن تدرس 10 ساعات بالنهار. أول ساعة أصعب كتاب، خذ فصل واحد منه. الساعة الثانية كتاب ثاني أهون قليلاً، الساعة الثالثة كتاب أهون. كلما انتقلت من كتاب إلى كتاب تنتقل من كتاب صعب لكتاب سهل. آخر شيء في كتاب معلومات مثلاً عادية جداً تحتاج لقراءة فقط. فبهالطريقة هي لما أنت تدرس عدة مواد باليوم ومتفاوتة في الصعوبة، وبتبدأ بساعات النشاط بالمادة الصعبة وبتنزل، بهالطريقة يمكن أن تنتفع من الوقت وأن تدرس 10 ساعات. أيها الإخوة، في شيء ثالث دائماً لما تكتب بالامتحان، في بكتابتك مادة وأسلوب، يعني معلومات وطريقة للتعبير عنها. المصحح دون أن يشعر يهتم بالموضوع والأسلوب معاً، فالأسلوب القوي يرفع العلامة. فلما الطالب ينقح الإجابة، يتابع أخطائه، يقوي الجملة، يمتن العبارة، يستخدم عبارات فصيحة، يبتعد عن كلمة عامية، كل ما رفع مستوى أسلوبه ارتفعت علامته، شاء المصحح أم أبى. ولو لم يكن في السلم علامة على الأسلوب، الأسلوب قوي. فأنت في الامتحان ينبغي أن تعتمد أسلوب قوي، والأسلوب القوي يحتاج إلى تنقيح، والتنقيح طريقة رائعة جداً في امتلاك أسلوب قوي. أنت اكتب رصاص دائماً على المسودات، اقرأ هالكلمة، في كلمة أجمل منها، علاقات متينة، علاقات وشيجة محيتها. كل ما بتنقح الأسلوب، هالجملة ركيكة بدلها، هالعبارة مبتذلة ارفع مستواها، الاستفهام غامض وضحه. التنقيح من أروع ما يرفع مستوى أسلوبك، التنقيح. اقرأ واكتب ونقح، ما دام في بذل جهد في القراءة والكتابة والتنقيح، معنى ذلك أنت في طريق إعداد الجواب المناسب بالعلامات المرتفعة. أخواننا الكرام، لو أعطيناك أعلى كتاب أدب ونقرأه، وأنت إذا قرأت قراءة معاني لا يرتقي أسلوبك ولا شعره، وقد يكون لكبار الأدباء. أما حينما تنتبه للأسلوب، إلى اختيار الكلمات، إلى اختيار الجمل، إلى التشابيه، الاستعارات، الكنايات، يرتقي أسلوبك. يعني مثلاً أنت عندك كلمة نظرة، نظرة، لكن باللغة في نظرة وفي لمحة،
لمح غير نظر، يعني أنت لمحت في السماء طائرة بين السحب، معنى لمح ظهرت واختفت. السماء كلها سحب، في فرج صغيرة، بإحدى الفرج رأيت طائرة، تقول لمحت الطائرة، هي لمحة. في لاحة، لاح الشيء ظهر واختفى، الشيء اختفى مو حجب بشيء، فلاح غير لمحة، غير حدج. حدج بمعنى نظر مع الحب، حدج نظر مع الحب. أنت أمام منظر جميل لسهل رائع، تقول رنا نظر مع المتعة، حدج نظر مع الحب. حملقة شيء غريب جداً، من شدة فتح العينين ظهر حملاق العين، خط أحمر تحت الجفن، هذا الحملاق، والحملقة اندهش. هلأ بحلقة اتسعت حدقة العين وحدقة، نظر شزراً باحتقار، شخص مع الخوف، النظر مع الخوف شخص، النظر مع الاحتقار نظر شزراً، النظر مع المتعة رنا، النظر مع اتساع حدقة العين حدج، والنظر له مئات الكلمات، وكل كلمة لها معنى أصلي ومعنى فرعي. فأنت لما تعطى لونان أبيض وأسود وأمام منظر طبيعي جميل، نقول لك أرسم هذا المنظر، تأتي صورتك للمنظر ضعيفة جداً، إنه في بيت له سقف أحمر، ما عندك أحمر، في سماء زرقاء، ما عندك أزرق، في وردة لونها جميل، ما عندك اللون. فكلما كثرت ألوانك جملت لوحتك، يقاس عليها اللغة، كلما كثرت كلماتك ارتقت عبارتك. مرة سمعت أنه في دراسة دقيقة وضعوا آلة تسجيل برقبة إنسان غير متعلم، أمي، وسجلوا كلماته خلال أسبوع وفرغوه على ورق وحذفوا المتكرر. هذا الإنسان بكل حياته بيحكي تقريباً 125 كلمة بكل حياته. وضعوا هذه الآلة بصدر أستاذ جامعي وفرغوا خلال جمع الكلمات كلها وحذفوا المتكرر، بيطلع بيحكي أستاذ الجامعة ب 1500 كلمة، بذاكرته في 1500 كلمة يستخدمها في العبارة. فكلما كثرت الكلمات التي تعرفها في لغة ما تأتي العبارة دقيقة جداً. أيها الإخوة، أي برنامج دراسي يجب أن يراعي أوقات للراحة، إن القلوب إذا كلت عميت. دروس 50 دقيقة وارتاح 10 دقائق دائماً، أي برنامج دراسي إذا ما في راحة البرنامج كله ينسف. خلي دراسة ثلاث ربع الساعة، ربع ساعة راحة، هذه الراحة تعطيك طاقة لمتابعة الدراسة. أخواننا الكرام، والله لا أبالغ، مئات الطلاب أو آلاف الطلاب يرسبون، لا لأنهم لم يدرسوا، بل لأنهم فهموا السؤال فهماً خاطئاً. فأنا أنصح طلابنا الأعزاء ولا سيما في الشهادات، تأتيك ورقة أسئلة، أغلق القلم، ضعه على الطاولة وقرأ السؤال، قرأه مرة، مرتين، ثلاثة، دقق في المطلوب. كلما دققت في المطلوب تأتي الإجابة صحيحة وإلها علامات عالية. أما مثلاً في بالأدب العربي موضوع الأدب القومي والاجتماعي. الأدب الاجتماعي متسلسل بمراحل زمنية، قبل الحرب، بين الحربين، بعد الحرب، مثل هذا صارخ. والأدب القومي له تسلسل آخر. فجاء السؤال عن الأدب القومي بين الحربين، لأن كلمة بين الحربين جاءت بالاجتماعي، معظم الطلاب كتبوا الاجتماعي وأخذوا صفر. يعني دقة السؤال مهمة جداً، وانتبه لبين الحربين، بس ما انتبه الموضوع اجتماعي ما له قومي.
فدائما بالامتحان في أسئلة تمتحن الذكاء، فأهم شيء أن تفهم مضمون السؤال، ما المطلوب، وضع خطوط، وهذه الخطوط هي عناصر الإجابة. أما إنسان حافظ، أنا بذكر مرة طالب كاتب تقريبا شيء 10 صفحات بخط صغير ويبدو ذاكرته قوية جدا، بس الكتابة ما لها علاقة بالسؤال، أخذ 0. واحد كتب 10 صفحات بخط صغير وذاكرته قوية جدا لأنه ما انتبه للسؤال. السؤال له منحة وفي كلمة جاي بموضوع آخر، فانتبه للموضوع الآخر، مشي بالآخر ما أخذ ولا علامة. إذا موضوع فهم السؤال موضوع دقيق جدا. آخر ملاحظة إخواننا الكرام، كلكم يعلم أن الواحد ما عنده عدسة وجاء إلى أشعة الشمس وضع ورقة تحتها في محرقها تحترق الورقة. ضع ورقة الآن تحت الشمس ما تحترق، لماذا أحرقتها العدسة؟ العدسة جمعت الإشعاعات في نقطة واحدة، فلما اجتمعت هذه الإشعاعات قويت فأحرقت. وكل طالب له اتجاه ديني، يعني شهواته مضبوطة، اهتماماته مضبوطة بمكان واحد، فهذه الاستقامة تجمع لك طاقاتك. مرة وضعوا بالطرقات، يعني من نجح بدرجات عالية جدا، مرة واحدة ساوها، حطوا لوحات بأمكنة عديدة من دمشق، الأوائل في الشهادة الثانوية والأوليات في الشهادة الثانوية. لفت نظر الناس أنه معظم الناجحات بالدرجات الأولى محجبات. معنى الدين بقوي الدراسة، الدين جمعك، الدين جمع طاقاتك بمكان واحد، الدين منع عنك البعثرة والتشتت. فكل إنسان له اتجاه ديني، في عنده صلواته الخمس، في عنده غض بصر، في عنده هدف القرآن الكريم، تجميع الطاقات بهدف واحد هي ترقى بالإنسان. إذا في عنده اهتمامات أخرى لا ترضي الله نفسه توزعت. فيا أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى، أنا أعتقد ما في بيت ما في طلاب علم، وما في شيء أغلى على الأب والأم من نجاح الابن في الشهادات، صح ذلك؟ يعني أنا أعرف أنه إذا كان طالب نجح بعلامات عالية صاب البيت عيد، صاب ينجح نعرف مستقبله تقريبا. وآخر شيء أتمنى أقوله أنه هي أوقات الأوقات الآن أوقات حرجة جدا، يعني واحد يسمع يفتح المذياع بصوت عالي يعطل على طالب دراسته، والله عمل لا له علاقة لا بالذوق ولا بالأخلاق ولا بالدين. اسمع لحالك، في شخص إذا ما رفع المذياع لأعلى درجة أو التلفاز لأعلى درجة ما بيطرب، في طلاب، في مرضى. النقطة الدقيقة هي يجب ألا تتجاوز أصوات أجهزتك بيتك، أصوات الأجهزة التي في بيتك ينبغي أن لا تخترق البيت إلى بيت آخر، في مريض، في طالب عم يدرس، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نراعي هذه الأشياء.